السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدير أستاذ لاباس؟ حياك الله سيدي محمد. كدير مع الوقت؟ نحمد ربي ونشكره خويا. هذا تنتسنى بغيت نجوا معاك الله يجازيك بخير. وانا راه عندي واحد الدري بحال هذا السيد هذا اللي ماكلي هذا الولد هذا. اي خويا. راه بحالو بحال هذاك السيد راه مات ليا عنده 25 عام ولدي راه ما قدرت نشاه راه صعيب خويا صعيب. 91. الله 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 يسمع عوانك اخويا. والله سيد الحاج والله سيد الحاج ما تنساه بالله ما تنساهش سيد الحاج. اي اخويا صدقتك اخويا محمد صدقتك. عندي ثلاثه الدراري الله يخلي لك ما عندك. ومات لي هذاك الدري ما شاء الله. لا اله الا الله خويا. لا اله الا الله محمد رسول الله يدعي لي عافاك مع الوليدات ومع الوليات الله يرحم الوالدين. واحد الدري راه بغيت ندير لها العرشاد ليامات هي الصغيره الله يرحم لك الوالدين وجازك بخير. وراه جيت واحد رحمه. المره جيت انا والدري واحد المره تما عندك المقار. لقينا في وقت العصر وما لقيناك شيء ما نعرفش شنو. كيكون في المساء اخويا. يا الله يرحم ليك الوالدين بغيت عفاك انت شد النمره ديال التليفون ديالي بغيت عفاك نتصل بك الله يرحم ليك بيني وبينك الله يرحم ليك الوالدين. واخا سيدي محمد مرحبا خويا. يا بغيت الله يجازيك انا مزوق فيك ويرحم ليك الوالدين يجازيك بخير. اكرمك الله لا حول ولا قوه الا بالله. شد النمره ديالي الله يرحم الوالدين وجازيك عنا خير هي هذيك الله يرحم ليك الله يرحم عفاك شي وقت يكون عندك بغيت ندوي معاك الله يجازيك بخير شي جوج كلمات الله يرحم ليك بيني وبينك. مرحبا واخا خويا اطلب اخي سامي ان شاء الله يسجلها ان شاء الله تعالى وغنتواصلوا فيما باذن الله. سيدي محمد كنشكرك اخويا وعزاؤنا وعزاؤك واحد. ما صدقتك اخويا محمد الوليد مات لك من 91 يعني تقريبا هذه واحد 29 سنه او تقريبا 29 سنه تقريبا دابا باش توفى راه ما سهلاش. ما غاتنساش اخويا انا كنعرف ناس عندهم 40 عام وباقي مازال ما نساوش وعمرهم ما غينساو لان طرف من الكبده ديالك. وكنعرف اناس ماتوا لهم وليداتهم وكنت حاضر معهم وعشت معهم الماساه وكاين اللي غسلتهم بيدي شباب بسبب حوادث السير وكاين اللي بمرض هكذا مرض عضال ربي بغاه وغسلتهم بيدي وحاولت نصبر العائله ومريت سنين وكنرجع عند العائله كنلقاهم بحال يالله البارح مات يالله البارح باقي الجوع حطري ما كينساوش. هذه فطره شوف غير الرحمه اللي عطانا مولانا بين الاباء والامهات والاباء. شوف هذه الرحمه هي غير جزء واحد اعطاها الله تعالى يترحم بها الخلق كلهم الانس والجن والحيوانات حتى قال لك الدابه كتلقى ترفع حافرها على ابنها تدع له مكان الرضاع من رحمه الله. هذه رحمه واحده شوف الاثار ديالها في القلوب. فما ظنك ان عند الله 100 رحمه وحدة وزعة بين الخلق على مدار الحياة الدنيا في الملايير ديال الملايير ديال البشر و99 رحمة ادخرها الله في الدار الآخرة هذيك يترحم بها الخلق وعنده فائض الرحمة كل رحمة عند الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقك الصبر ويرزقك السلوان. سيدي محمد هذا الشاب اللي مات هو باقي عازب هل تدري هو أنه وديعة وديعة عند الله ربي خاضوا هو اللي اعطاه هو اللي خاضوا. وسبحان الله في الاحاديث الصحيحه يحكى ان العبد المؤمن لما يلج الى الجنه كيدخل باب الجنه ها هو خرج من الدنيا ها هو مشى للقبار ها هو جا البعث والنشور ها هو جات القيامه وجاء دخول الجنه عالم اخر غير هذا العالم ديالنا. ملي كيتم داخل العبد الجنه كيعطيه الله تعالى واحد القصر عظيم كيبان ليه هناك قصر يتلألأ عن بعد في نور وفي ضياء كأنه باللور. كيقول يا ربي هذا القصر لمن؟ كيقول لي خذ المفاتيح ديالك. كيعطي المفاتيح وكيتمادي داك القصر كيبان لي باب عظيم كيفتح الباب في المدخل كيرحب به واحد المخلوق شكون هو؟ ابنه او ابنته التي فقدها في الدنيا. هذاك اللي فقدتيه في الدنيا كتلقاه في الاستقبال كيقول لك راه من نهار مشيت وانا هكذا معزز مكرم في ضيافة الرحمن. انت كتسمو بانه راه في القبار والتراب والعذاب هو راه في ضيافة الرحمن وكيعاود يتعانق هو وياه كيقول لي الله تعالى هذه بضاعتك وديعتك اعدتها اليك
وديك الساعه الانسان يسجد للرحمن سجده عميقه صادقه، كيشوف العظمه ديال الله تعالى، ربي كيطير فينا الاشواق. حاجه ما ضاعت سيدي محمد، ابنك ان شاء الله تعالى وديع عند الرحمن، وغتلقاو جميع باذن الله وفضله في الجنه، ويقام هناك زفاف اهل الجنه، يقال زفاف اهل الجنه، يعقد للشباب اللي ماتوا عزاب والفتيات العازبات، يعقد زفاف ويدعى له الاحبه، يدعى له الاحبه، راه زفاف عظيم في الجنه، الناس مجموعين وكيعرض على الاحباب، بغيناك سيدي محمد ما تنساناش يوم القيامه نتلاقاو هناك، وغادي يكون زفاف عظيم، وغنذكرك، غنقول لك يا سيدي محمد الم اخبرك ولم اذكرك بان الشيء غادي يوقع، تقول لي بلى وقد رايته راي العين بصدق ويقين، عرس عظيم وزفاف اهل الجنه، وذاك العريس ما يدخلش ما يباتش الليله الاولى في الجنه وهو عازب، لا يبيت والا وهو معرس. فكل خير عند الله تعالى، اسال الله تعالى ان يحفظ لك الاولاد اجمعين ويبارك فيهم ويرزقك الصبر والسلوان، وهذيك البنيه الحمد لله اللي غتعرفت هذه الايام ان شاء الله غير يفوت زمن الكورونا وينعقد زفافها، وان شاء الله كورونا غادي يحيد قريبا، غمامه صيف وسوف تزول، وان شاء الله غيجي ليله القدر المباركه وغادي يطوى هذا الملف باذن الله، وفي الصيف مع الحراره المفرطه غادي يموت هذا الفيروس، وغتكون فرحه جديده ان شاء الله، وتنعقد الاعراس والتجمعات العائليه، وغنفرحوا جميع. الله يجعل هذه البنيه عرسا مبارك وسعود، الله يجعل هذه العريس يدخل عليها بالخير والبركه والتيسير والذريه الطيبه والرزق الوفير. اسعدكم الله اخي محمد، وبارك الله فيكم اجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.